فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي مازال متواصلين مع ضيوفنا ثنائي السي اس اس محمد علي جويني. رحب بك من جديد محمد. عايشك مرحبا بك. ومحمد بن علي تايزن. مرحبا بك. بلاش نحكي تايزن حتى في سؤالات جاونا شنو حكايه تايزن؟ لا حكايه قديمه شويه ذي برشا عندها برشا في فمك اي شيء تحكي لنا احكي نحب حكايه القدوم برلين زمر شنو ما تحكيش؟ ايه مش تحكيش كنت مشاكلي ما بونيا ودنيا لا عندي قبل ما تفوتش عندي اخواتي انا ايه. عندي ثلاثة اخواتي بالمناسبه ذي نقدم لهم التحيه. السلام عليكم. اربع اخوات نسيت واحد عندي اخويا واحد اخر هذا ما عايشش معنا فهمت. والله قبل كنت صغير عمري 4 سنين يجي راجل من بعيد يجي يبدا نعملوا عركه ديما يعرف فينا صغار على بعضنا مع بعضنا معنا تعركت مره مع واحد بطي كي ما نجمتوش انا خشينا علي عضيته من كتفه ولا من ودنيه ولا ما نار يا اخي من وقتها مشيت هكاك بيها تايزن طيب. باهي محمد علي خلينا نحكي شويه على السيزون كيفاش تعديت. تقريبا اخبار السي اس اس ديما متعديه الكل بمشاكل نتاع الفلوس. خاطر مشاكل كلها مشاكل الفلوس. قدام ان شاء الله ماكمش خالصين. استنى بريود كبيره برشا ميه تو تسمى سلكت. خليك هيك قدام ان شاء الله. فما ثلاثه اربع خمسه. فما ثلاثه فما موجودين ثلاثه حاصلين. اي وما عادش حكيو معاكم قبل الماتش حد ديما يسمعوا ويوعدوكم وفما شيء ولا والله انا قلت لك وعود وفما شيء عندها تاثير وكيما تشوف فرحه العباد هذيك ونحن حتى كي حكينا مع بعضنا نسينا موضوع الفلوس خاطر صارت شويه مشاكل قبل الماتش النهائي على الفلوس مي حتى كي حكينا قلنا اللي نعرفوا انا ما حبيتوش تمشيوا للماتش ما تاخذوا فلوسكم لا راهو فانت كونترا وذاك ميساج باش يوصل اللي رانا احنا متغشين معناها راهو نحبوا فلوسنا متغشينا من الناس الكل باش تمشي للماتش معناها جوست ميساج باش يوصلوا كهو اما الناس الكل باش تمشي للماتش خاطر نحن ديجا كي مشينا حاطين في مخاخنا نذكروا فرحه الماتش اللي طوال معناها شوف من صفاقس من تونس وقتها لصفاقس العباد كيفاش الوليد قلنا معناها حكينا مع بعض الناس الكل الوليد نخمم بعض الحاجه الوحيده الناس الكل تخم فيها في المرواح بعد الماتش كي زفر الاربيتر شنو يا باش تروح ما تبص راسك اصلا البلاصه هذيك عباره جبانه تولي سويقس ما عادش تدخل لها يا باش تروح مرفوع فوق العناق من جربه العباد تبدا مروحه معاك اللي تستنى فيه كي تشوف العباد كيفاش تخرج راهو بالرسمي في سويقس راهي تفرحهم كان السي اس اس ناس ما عندها ما تعمل ناس خدامه ناس تفرحهم يستنوا نهار لحد دقيقه ودرجه تفرجوا في جمعيه محمد ايام في الجمعيات الكل تقريبا مشاكل نتاع فلوس تو انا قلت لك كريز مونديال ديجا هو تشوف الكورونا ديجا تشوف حتى جمعيات ما عادش تشري في الجواريات ولد كلها تتلوج على الليبر كلها على الواحد فما المينيموم زاده فما مانيير فما واحد تعرف كيفاش تجيري تعرف كي نتك عليك نلقاك في ابسط الحاجات برشا حاجات ساعات الكلمه الحلوه تغلب الفلوس شنو صار قبل تحاول الجرب قبل تحاول الجرب كنا وعدونا بحاجه ما لقيناهاش قلنا رانا ما نطلعوا ولا ما ناخذوا فهمتني صارت شويه مشاكل بدينا مرتين التمارين روتار مي ترانينا حاطين قلنا بالكلمه مانيش باش ترانيو في الفانت كونت نعرفوا روحنا باش ترانيو خاطر تحب ولا تكره النهائي مش باش تربحوا كيك راني ما ترانيتش نهار الماتش باش تهبط تيجي لكيك لازمك تكون حاضر هكا جوست ميساج وصلنا لهم رانا متغشين رانا هكا رانا هكا وعدوكم باش يجيبوا لكم فلوس وما جابوا لكمش شهريه زوز قداش والله نحن كنا مطالبين بعد ماتش سيتي على اساس جو سالير من بعد جينا خذينا والله تصدقني نسيت خذينا شطر سالير ومن بعد كملونا شطر اخر في بيليا قبل الماتش معناها سالير تقيدت فهمت وهذا اللي صار لي بريم دو روندمون قداش عندكم عامين ماكمش خالصين بريماتكم فيش بريم دو روندمون نتاعك الموسم هذا الموسم اللي فات عامين معناها عاش مقدمين قضيه ما عاش كل واحد كيفاش فما اللي مقدم قضيه معناها على البريم روند ما خاطر غزل كي تسمع مقدم قضيه هذه تحب ولا تكره حقك معناها انت عرقت عليه شوف من حقك تك انا واحد من الناس قضيتي شنو مثلا خاطر عامني والبريم روند ما تاع عامني يجي وقت ما تشكيش فيه تمشي عليك الفلوس هذه على اي جوار برشا جوارين في نادي السويقسي كلها بريسك مقدم القضيه هذه مي جوست على البريم روند مو هذاك مش لا طالبين فسخ عقد لا طالبين بفتوف من حقك هي صحيح جوست من حقك كوريقه بيني وبينك وكا البارح سمعتك في افام ولا حتى قبليك حكيت شكرا تكلم معز المستيري علاش؟ مسؤولين الاخرين ايش بهم؟ قلت كان معز المستيري مش كان انا اي جوار لقى كان معز المستيري غاب رئيس النادي غاب رئيس النادي ونحب نشكره بالرسمي زاد
حاب نحكي شويه رجال الاعمال اللي في صفاقس اللي يد يد صدقني يمكن صفاقس ما توقف حتى جمعيه ما يسالش يتلفتوا لجمعيتهم شويه تلفتوا للعباد اللي في صفاقس هذيك اللي تفرحهم صفاقس يتلفتوا ينسى الاشخاص اللي باش يعاون راه باش يعاون جمعيته مش باش يعاون لا منصف خميخم لا حتى بشر اللي باش يعاون يعاون جمعيته فاش عاونك يا معز المستيري في كل شيء في كل شيء انا واحد من الناس مش نحكي لها انا معز المستيري عام كامل كاري الاداره على جيبه هو على ماله هو الخاص من ماله الخاص من ماله الخاص ويرحم والديه وفي برشا حاجات سحقيته لقيته فما مسؤولين اخرين مثلا شكر الشيخ روحه ولا ما يعاونكمش ما يقفوش معاكم ما يعاونش ما يحكيوش ما على الاقل ما يطمنوكمش عاود لك انا ديجا جاوبت بالنسبه لي انا فما مسؤول في السياسي اسمه معز المستيري الاخرين لا ما عندي حتى مسؤول في السياسي ولو فما زاد الطعم على أما اللي سميتوني بالنسبة لي أنا مع احتراماتي لي أنا قلت لك ما نتعاملش معاه بطبيعة من الأصل علاش؟ هو يعرف علاش ما غير أنا مش حكاية متاع راديو ديجا هو يعرف علاش وأنا نعرف علاش به مشيك تأثر شوية محمد على فلوس هذي عاملة عبية شنية تأثر عروندمون بالطبيعة إيه تأثر يا أخي شنية توا واحد جمعة كاملة يبدأ حضر في ماتش ومن بعد صاروا راو دي سيتياسيون خايبه في سفاقس معناها فهمت ساعات يجيك الكري يقول لك اعطيني كري الدار فهمت تولي انت تخرج من الكونسونتراسيون واحد فهمت بتبع باش ياثر عليك كل واحد عنده معناتها انجاجمون معناها فهمت ما نحبش نحفظك برشا انت محمد ما نعرفش فما وعود باش تتصلح شويه الوضعيه على الاقل في الايامات الجايه حتى كان فماش وعود لازم تتصلح معناها فهمت خاطر مش معناتها مش كل عام باش تلقى معناتها جروب باهي عندك هكا يصبر معاك وكل شيء فهمت جمهور السي اس اس متفهم معرفش السيتياسيون ولا يلوموكم كملاعبيه ولا لا ما يهمهمش والله اسمعني الحقيقه راه باش نكون صادق معاك وقف معنا راه برشا مرات الجمهور معناتها تكلم علينا هو زاد راه انا واحد من الناس راه بعثوا لي برشا مساجات يقول لي عندك حق على فلوسكم عندك حق معناتها تاخذ في الاخر يقول لك مصلحه الجمعيه فهمت وعنده حق معناتها مصلحه هو يخزر معناتها هو ما يهموش في الاشخاص راه جمهور السي اس اس ما يهم معناتها يهملوش فلان وفلتان يهمو كان معناتها تعطيني جمعيتي رابحه تعطيني فهمت وعنده حق معناها اما برشا مرات جاري تم بعد الماتش وغلطوا معنا قالوا لنا قدره ربي فلوسكم نجيبهمكم احنا فهمت محمد علي فهم لاعبين اختاروا التصعيد كيما على المرزوقي عمناه كيما هاني عمامو سنه ما كملش معاكم السيزون شنو رايك في الخيارات اللي عملوهم هما زاد لاعبيه وعلاش ما مشيتوش في نفس التوجه انتوما زاد نمشيش في نفس التوجه نعاود لك حاجه هو ربي وفقهم كل واحد يعرف شو يعمل انا مانيش لابش النافق راني منافق حتى بشر وديجا المسؤولين القراب معناها اللي سميتهم ولا الجمهور اللي يعرف جوين يعرفني انا شنو راني اي قلقنيش اخر اهتماماتي باش نمشي في التوجه هذاك هو اخوي اختار التوجه هذاك ربي يوفقه ومن حقه زياده الله اعلم شنو ظروفه شنو اللي وراه انا مشيت في التوجه بديت عقد نتاعي نكمله للاخر من بعد نتفاهم وريت حتى تو انا رافع قضيه معناها يجي يقعد معايا على الطاوله انا يعطيني سوم معين ونسامح في سوم ما يقلقنيش ما عنديش مشكله معني عرفتش صاروا لك حاجات مع الجمهور مثلا حاجه من عوابات قلق ولا بريسيون من الجمهور الجمهور ترى في السي اس اس ديما فما بريسيون بالعكس صارت لي حاجه حلوه يمكن في نادي رياض سويقتي ما ننسيهاش اللي نموت اللي هي نهار ماتش كان راجع من بليسير وقتها نتاع ليغا مو لاتيرال وقتها نذكرها بدوزيميتون عند كرون معناها شوف جمهور السي اس اس كيفاش عايط جويني بدي تسوي الحاجة هذيك بقيت نغزر بها البارشة حاجة يمكن أنا مشيت كما جيت الحاجة هذيك خلتني مش ما نمشيش في بارشة توجهات أخرى الحاجة هذيك ما ننسيهاش معنا باهي عندي سؤال نحن نسأله لمحمد أي كيف مش لمحمد باش ما نغزرش أنت في سيتياسيون خير مناد الهذلي كان لهنا في إكسبريس أف إم معايا قال تصريح اللي الصفاقسية ما يتعاملوش معناتها مع اللاعبين الكل كيف شنو فما تمييز بين اولاد الجمعيه من صفاقس واللي جايين من برا من تونس ومن جهات اخرى؟ لا مش عند الناس الكل حكايه انا يعني قلت لك بالنسبه لي انا خاطر الفيزافي نتاعي ديريكت نعاود لك رئيس النادي ومعز المستير الناس هذوما قام معايا بالواجب وقت استحقيتهم لقيتهم في اي وقت نلقاهم باقي كل ما يمثلني حتى بشر معناتها ما عشتش حاجه من النوع هذا ولا لا؟ الناس الكل كيف ما عشتش بالعكس فما ديما مو بجلت معناها صارت فازة مع رئيس النادي بجلني وقت بريود عرس
بجني على اصحابي هما وقت ما خديوش بريم روند ما خديت كان انا واصحابي زاد نشكرهم زاد وقت ما تغشوش لا لا بالعكس هما اللي دزوا معايا وقالوا له جوني يعطيك جوني بشعارس خديت كان انا بريم روند ما هذاك علاش ديما بقيت نشوف له باه وديما حتى كي نحكي عليه نحكي عليه بالباه فهمتني كيف كيف هما ديما مع معز المستيري تبجى كيما وسط الدار معناها تحب ولا تكره يقول لك انا ما عندي ما نعمل لك سي معز راه مشكري كان في الميكرو سموز مش كان المحمد علي جونيور على جيبو راه كاري الغيب في بالي على جيبو في بالي شكون اخر على جيبو حرزي زاد في بالي على جيبو ما نعرفش شكون اللي على جيبو مش على جيبو اما انا واحد من الناس قبل ما حتى ريتو كي خرج من النادي خرج من النادي ريالي سيقس وصارت فازة معايا معناها طلبوني عدا قال لي يا جويني هذا التليفون بالحرف الواحد يا جويني انت راك انسى حكاية الدار ما تخممش سوانا في نادي ريالي سيقس مانيش هناك راو طلبك الملاك على الدار طلبني معز المستيري معناها قال لي اوكي هاكا راه سي بو خلص الكري هو مش عندك فيها حتى هو مش موجود ماهوش موجود هو ديجا وقتها وخلص لي هو الكري هذاك علاش حتى كي توفى الكوره انا تو ريت توفى الكوره وفي المكتوب معناها دريت شخصي فما ناس نبقى مثلا معز المستيري وانيس القاسمي اللي يهز ربي نتاعو يبقاو اصحابي واخواتي بالنسبه لي كيف برشا حاجة مهمة لازم الجمهور يعرفها انا قلت لك انا واحد من الناس من سفاقس ربحت محبة العباد وربحت برشا اصحاب برشا اصحاب نحيا اللي حكيت لك عليهم برشا اصحاب حمدي العوي معناها برشا اصحاب عندي معناها ولي وبقيت خويا نسيبو فيت الكوره ما فيتش وكتب المكتوب باش نعاود ما كتبش هذوكم يبقاو اصحابي وخواتي ندخل لسفيقس نخرج من سفيقس. باهي فما نقطه مشتركه بينكم الزوز اللي هي شنو؟ بخدمتكم تلعبوا في بالضبط لعبتوا في استاد الزوز قبل السي اس اس خامدة مع محمد السعد هاي جمعيتك الام ملعب التونسي سناء سيتواسيون صعيبه الاستاد تلقى روحها في ديفيزيون 2 كنت تتوقع على شيء هذا شنو رايك في صيف الاستاد والله كازوني يعرف اقسم بالله نهاري ما قعدتش على الاستاد والله قسم بالله هذاك اللي كتب له ربي معناها حاسب رايك في الميكرو محمد حاسب رايك شكون المتسبب في سيتواسيون الاستاد شنو اللي صار برشا تسبب برشا معناها كل مش واحد مش اثنين معناتها كل شيء قدر الاستاد راهي عندها من احسن اللي في كتيف في سيزون معناها فهمت في الجمعيات معناها فهمت عندها قدام معناتها جوالات باين نعرفهم معناها كور كونترهم ونعرفهم شنو هي الحاجات اللي خلات فما حاجات لداخل الحقيقه ما نعرفهمش انا في الاستاد معناها فهمت نتبع صحيح الماتش والكره راني بريسك تاع الاستاد فرش فيها فما حاجات فما برشا بوانيات ضيعوهم في باردو فهمت والله اعلم شنو هي صار معناها انت تتابع جويني استاد انت ولد مقرين هكا ولد مقرين انا لعبت في جرجيس من بعد الاستاد بعد الاستاد وديجا راني قلت لك انا راني ونمشي نعمل اصحاب وواحد ديجا لتو عندي خويا وصاحبي العكروت لتو نكلم فيه نحكي انا وياه عرفتوا معنا استاد تونيزيا سبب باش كنا عرفنا بعضنا امين العكروت ولا نبيل لا لا واحد بوبليك صاحبي انا وياه يموت على الاستاد لتو نحكي انا وياه قبل ماتش الاستاد نكلمه يكلمني بيه محمد يقولوا مستفز شوية انت فوق التيران لا والله لا بالعكس خاصة في ماتش ويت الكلوب والله لا بالعكس بالعكس الولد يهب الكلوب وانت الدار ما ندخل ليش انا كان قال لك وانت انا هي. انا ما نكذبش عليك انا وقت لعبت السي اس اس حبيت السي اس اس وقبل السي اس اس قبل السي اس اس وانت صغير شنو جمعيتك وانا صغير اي خليك عليك من مقرين معناها باش تكون مكشخ هيك كلوبيست يا مقرين هيك كحله وقول لك السياسي حتى جمهور السياسي يفهم والله ما يغلطش معك لا لا اخي بتبيع مولود في العاصمه قليل بس عندك السياسي بالضبط يا كلوب اسبيرانس النهار اللي لعبت نادي ريال سيق شوف الجمهور هذاك والدنيا هذيك متفاهمين قبل سكوت يا قبل خليك هيك خطوه وانت جاوبني ولا نجاوبك انا نورمال انا ولد استاد انا شنو تحب استاد؟ اي ولد استاد ما عندكش متمين شويه الكلوب اسبيرانس لا لا هذاك اللي يربح ربي معاه اموره واضح باهي خلينا نحكوا على المستقبل هاي شفما تفهميش فما نيغوسياسيون على الكونتراي بون محمد بن علي قال لي باش يقعد معانا ما عرفش عنده معلومات ولا تخمينات منه هو ما عرفش بالضبط انت شنو رايك شنو فما كلموك على التجديد تاع ولا انا حكيت مع شخص معين كان فما امور مسؤول ولا شنو شخص معين مسؤول بيان سور مسؤول معز مستيري انا قلت لك كان فما امور معز مستيري ما تجاوزني جاوبني انا قلت لك كان فما امور تصلحت ان شاء الله تفهمنا ما عنديش مشكل معناها فما مفاوضات فما
اللي فيه الخير ربي سهل فيه، سواء في السياسية سواء إن شاء الله. بالمناسبة كان عاود في سويقس بتبيعتي نتمنى التوفيق، كان ما عاودش نتمنى لهم التوفيق. أكثر حاجة بشتغيل ممكن خروجي من السياسيس اليوم أصحابي وخواتي معناها، خاصة هذا خاصة المهبول اللي قدامي هو يعرف مستتني جاء معايا وغيث وسولة عمار كلهم الأولاد الكل فهمت. أسمع البارح كنت في عزمانيقنا في إيفام، قلت جاني عرض من جمعية كبيرة، اليوم تزيدني حاجة ليان لي خليها جمعية كبيرة خليها جمعية كبيرة والله خاطر ما أوكي وسلي التليفون والعرض في العاصمة مازال ولا في الساحل؟ ربي الساحل إيه في العاصمة ولا في الساحل؟ زيدني حاجة على الأقل. سامعني كان قلت لك في العاصمة ولا في الساحل؟ كان قلت لك في الساحل سيبوها واضحة. كان قلت لك في العاصمة بتوزع لا في الساحل فهم برشا جمعيات في الساحل مش كان في العاصمة. كبيرة جمعية كبيرة تحب ولا تكره فما الأربعة الكبار معهم شوية ستاد تونيزيان و... حتى مستير كبيرة بين نادي البنزرت. كل احترامي للمستير كان انت ما فيك تولد فيه لا مش يورد فيا مع كل احترامي للمستير اوكي جماعه كبيره ما كتاك تتويت تاع تسمي الاربعه هما معهم ستاد تونسيا وسيابي اي وانت شكون اللي كان باهي سيدي يعطيكم الصحه بالتوفيق عليكم ان شاء الله مستقبلا سواء في السياسات ولا في جمعيه اخرى. انت مكمل ما مع السياسه عندك مكمل مازال عام فماش ديزور في الحاجه هكاك والله الله اعلم قسم بالله. وبعد ما يوفى الكونترا احكوا معك في تجديد ساعه ولا هو ما يبداو من تو يحكوا معك مازال ما ترجعش ولا الامور داخله بعضها خلينا نرجعوا من بعد اسمعني شوف هو يمكن ما ينجمش يحكي على راحته خاطر من حقه واحد ومازال في الكونترا لازم باش تحكي مع جوير روعه التجديد راك لازم تخلص القديم تخلص القديم على الاقل حاجه بيه راك باش تحكي مع جوير على التجديد ماكش انت سامحني ماكش مرقل معاه في القديم جديد تقول له جدد اصلا انت ما تنجمش تكلم تو كيما ايدو باش ناخذ بار اكزومبل ايدو بالنسبه لي من اقوى لي زاتاكونيات معناها العطمان سوا هو سوا شوار تو ايدو هو الوضعيه الاقوى انت تحب ولا تكره سي اس اس كان وصل لخرج ايدو ندير شخصي اوكي متقف على حد باش تخسر تكون من حجم الثقيل خاطر انت وقتها جيت تحكي مع هيدو جيت تحكي معه تو هيدو اللي تو ناكد لك ومعلوم اكد اللي فما فريق زاد كبير في تونس يحب على هيدو اي ترجي كلمه فهمني مش قاعد في تونس مش قاعد اي زيدني حاجه اخرى قاعد مش قاعد في تونس وين ماشي اي زي خرج لبرا قاعد في تونس انت تحب ولا تكره باش تخسر مهاجم اللي انت كنت تنجم تجدد له بعد هو عنده عروض من مصر هذاك علاش راني قبيلك قلت يا ناس تلفتوا للنادي نتاعكم خاطر بالحق باش من بعد تقول يا ما تجيش تقول يا لي انت عاجبك كيسكو اللي صار في الكلوب افريكا تحب ولا تكره النادي الافريقي جمهوره بركه يفجع صحيح تك صحة محمد علي شرفتنا جوين اليوم بحضرنا وان شاء الله مبروك كاس تونس ونشوفوك في جمعية اخرى متألق ان شاء الله ان شاء الله عايش ربي يخليك ايضا محمد بن علي شكرا ليك ان شاء الله موفق العام الجاي مع السي اس اس لمليء القاب اخرى ان شاء الله عايش خويا ربي يخليك وان شاء الله ديما نطلعوا عليك ان شاء الله يعطيكم الصحة زوز وعيد بالحومة يجيكم تو سويت في فلاش بوس وبعد راجعين